وفاة الفنان الراحل محمود رضا وابنته شيرين رضا ترفض الإعلان عن مكان الجنازة. تابعوا معنا التفاصيل. نشرت الفنانة شيرين رضا منذ قليل صورة لوالدها على حسابها على الانستجرام، وعلقت: توفى منذ قليل والدي الفنان الكبير محمود رضا، وبسبب جائحة كورونا تقرر أن يقتصر واجب العزاء فقط على أفراد العائلة، كما لن يتم الإعلان عن مكان الدفن للأسباب نفسها. شكر الله سعيكم جميعا. محمود رضا واحد من أساطير الرقص في مجال الفن الشعبي المصري، حيث أسس مع شقيقه علي رضا فرقة رضا للفنون الشعبية في نهاية الخمسينيات، حيث طاف بعدها بلدان بالصعيد والأرياف حتى يتعرف على العادات والتقاليد وطريقة اللبس والرقص في الأفراح الشعبية والمناسبات. ونشر الفنان الكبير عمرو دياب صورة للراحل محمود رضا، وكتب: رحم الله الفنان الكبير محمود رضا، رحمه الله وألهم أهله الصبر والسلوان. الفنان محمود رضا وفاته المنية منذ قليل عن عمر يناهز 90 عام بعد صراع كبير مع أمراض الشيخوخة. تحدث محمود رضا عن نفسه منذ سنوات، وقال إن هو من مواليد القاهرة ولديه 10 إخوات، لأن والدته تزوجت وهي صغيرة وهو رقم 8 بين إخوته. هوايته السباحة، وكان بيلعب كرة قدم شراب مع أصدقائه في الشارع. محمود رضا تعلم الجمباز وتمرن في مدرسة الخديوي إسماعيل. قدم في كلية الحقوق وقبل في الكلية، ولكن أصحابه أقنعوا أنه يقدم في كلية التجارة، وبالفعل سحب أوراقه من الحقوق. شقيق علي رضا كان يدرس في مدرسة السعيدية ويتعلم الرقص أيضا في نفس الوقت. أول فيلم رقص فيه باحتراف هو فيلم نور عيوني بطولة الفنانة نعيمة عاكف. التحق بفرقة الأرجنتين للرقص، وشاهده الملك فاروق في أحد العروض. تعرف على الفنانة فريدة فهمي وهي اسمها الحقيقي ميلدا في نادي هوليود. تزوج من شقيقة فريدة فهمي، وبعدها علي أخوه تزوج من فريدة. ترك فرقة الأرجنتين وتحدث مع والد الفنانة فريدة فهمي على تأسيس فرقة رضا. ولد الفنان محمود رضا في 11 نوفمبر سنة 1930. في عام 1961 صدر قرار جمهوري بتأميم الفرقة ضمن قرارات التأمين العشوائي وقتها. وأصبحت الفرقة تابعة للدولة، وقام على إدارتها الشقيقين محمود وعلي رضا. الفنان محمود رضا ظهر في أحد البرامج التلفزيونية منذ سنوات، وحكى قصة ارتباطه بشقيقة الفنانة فريدة فهمي. وقال: تزوجت أخت فريدة فهمي، وكان عندها مشكلة في القلب الروماتيزم. حبينا بعض وتعلمت الإنجليزية تقريبا منهم، لأن مامتها إنجليزية، وقالوا لي ما ترجعش تقول اتجوزت واحدة عينة، وما خطرش على بالي انها في يوم من الايام تموت. كان حب مفيش بعد كده.
في الوقت ده علي أخوه حب فريدة فهمي وكانت صغيرة عليه وكان عايز يتجوزها. راح لوالدها وقال له بقول لك ايه، انا بوست بنتك. قال له طيب بس عندي شرط، ما تخلفوش عيال دلوقتي. لكن علي اعترض وقال له دي هتبقى مراتي واللي احنا عايزينه هنعمله. واكد ان حسن فهمي والد فريدة وزوجته كان سعدة جدا بهذه الزيجات.